بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. احنا اليوم في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشواق السودانيين، أهل السودان جميعا، ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أودعوها في الاحتفاء لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أشكال مختلفة. أهم حاجة من الأشكال المحبوبة جدا هو المديح بالمعنى بتاعه الشعبي السوداني، المديح بتفاصيله اللي هو مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرحب بضيوفي الأعزاء، الأستاذ الدكتور أنس العاقب، وأستاذ الزبير سعيد، وأستاذ سعد الدين الطيب طبعا، ونحن في حزمة الكمان والبيانو في تناول مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبدأ بواحدة من الأعمال العايشة في وجدان كل الشعب السوداني في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونواصل حديثنا. سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا دكتور أنس، المديح كواحدة من الأنماط المهمة جدا عندنا في السودان، نمط قديم جدا، يعني واحدة من الحياة المحببة جدا في يعني الشعب السوداني. ادينا تاريخ المديح، تاريخه في السودان وتفاصيل المديح ده. طبعا هو النقلة الطبيعية الحقيقية من الغناء الشعبي إلى المدرسة الجديدة، مدرسة المديح، في نهايات القرن السابع عشر أعتقد، لأن المديح ظهر مع الطرق الصوفية، وأنه أي مادح كان لازم يكون منتمي لواحدة من الطرق الصوفية، قادري والله، إدريسي والله، ختمي والله. ولذلك المادحين ذاتهم مدارسهم بتختلف في شكل الرواية ذاتها، يعني رواية الشعر واللحن ذاته، الفرق بين حاجة الماحي والحليب ودب شريعة وتسعد، ده كلهم يعني يتفقوا في أنه في هيكلة محددة للمدحة، عصاية المقطع، العصاية المقطع، العصاية لغاية الختام. في الختام عندهم حاجة جديدة كده بيبصم، يقول أنا فلان الفلاني، يعني الحقوق حقته، يعني إنه دي واحدة من الحاجات التجديدات اللي عملوها. والشيء تاني هم كمان أسسوا لنظريات، يعني الفن الوحيد اللي خلى لنا تنظير، يعني يقول لك دي في المعشر، دي في المربع، دي في المخبوط، دي في كده، يعني واضح ما بقدر احيد عنها الاشكال يعني بتاعت نعم البشتول وبتاع يعني نعم. فايقاعاتهم كلها معروفه، معروفه 6 ايقاعات، ومنها 2 3 كده مايل مايل كده ولا كده، يقول لك مشتول. ف الحان
المدايح تختلف من ألحان الحقيبة. ألحان المدايح يجب أن تكون بسيطة وقورة سلسة، لأنها بتتعامل طوالي مع جمهور. ما في مديح، ما في مديح واحد بيمدح براوي يعني، لازم بيمدح وسط ناس يعني، وفي نظام ذاته كيف يعني، يبدأ يكونوا قاعدين ويعملوا النهيابي اللي هي زي الدوبيت، وبعدين يجوا المربع بعدين يجيفوا وكده يعني، عنده ذاته نظام، عنده تغص سيستي. نعم. ايوه بروتوكولات كده يعني. واذا الزول جاي يبشر فيهم بيرجعوا يعملوا ايقاع محدد كده، حتى بعد ذاك يرجعوا للحن. لكن يعني في بعض المادحين تجاوزوا القالب المتفق عليه في التاليف، او بسموها الروايه يعني. يعني مثلا ملحمه شوقك شو الضمير يعني، دي ذاتها بتاخذ لها 17 18 دقيقه براها كده يعني، من اطول اغنيه يعني في تاريخ الغناء يعني، المديح برضو. لكن الالحان يعني الشيء المميز في 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 غنى المديح انه بشكلين، اما تبادلي بين المادح والزمال، او ترادفي بين المادح وهم يكملوا. تبادلي ده يقول كلام هو تم يقلدوه يعني، او ترادفي يقول كلام وهم يكملوه. فده واحد من الاشياء حتى في الحقيبه ما شالوا. لا انا معقده شويه، معقده ما تكلمه كلمه 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 كده في المديح يعني. تلقى الزمان بيشيلوا كلمه يقول المادح، والثاني يقول كلمتين كلمه كلمتين. صعبه صعبه، الا دار تدريب كثير جدا، وخاصه في ضرب الطار يعني، اليد الشمال عندها دقه واليد اليمين عندها دقه، والاصابع ديل عندهم يعني في اثناء المديح. لكن الالحان هي هذا صحيح. لما تيجي الالحان دي تخضعها لدويتو كمان وبيانو، تبقى زيها وزي اي بقى. ده هي قدره العازفين الاثنين كيف حيتعامل مع عزف الكمانجا، وكيف الفنان الثاني في لانه عشان ما نطول، المغاميه في المديح نعم هي ماينر كلها تقريبا، للحنيه اللي فيها ذاتها اي ماينر يعني. نعم ناس الحقيبه اغلبها ماينر، لكن الميجر ده جه بعدين جابوا العساكر والانجليز وكذا، مثلا بقت واضحه. لكن يبقى الزول اللي بيعزف بيانو لازم يكون منتبه، لانه بيعزف ما في مقام هنا. نعم. ما دو ميجر ولا ماينر ولا اي حاجه، بس غايته لحن كده. في التدوين دولنا اكتشفنا حاجات كثيره جدا جدا. نعم ده كلام. نعم. جميل. طيب امشي لك يا استاذ زبير، المديح عندنا في السودان يعني مرتكز على مرجعيه ثقافيه وصوفيه وتاريخيه يعني فيه تفاصيل كثيره جدا في المجتمع السوداني. وشوف مدارس المديح النبوي في السودان هي مدارس تعليميه، والاهتمام بالنص اكثر من الشكل الموسيقي، والاهتمام بالاداء الصوتي اكثر، لانه هي مدارس يعني وعظيه يعني. هو المد قال في الذكر بيحاولوا يقولوا من خلال المديح النبوي، خاصه في شكل بتاع تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. هو المدخل بيكون لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القصيده بتاعت المديح هي قصيده مهتمه بنشر بالذات عند استاذنا وشيخنا عبد الرحيم البرعي. يعني هو حاول يقدم كثير جدا من المواعظ، وكثير جدا من الارشاد، وكثير جدا من القيم الانسانيه والاخلاقيه والاسلاميه، حاول يقولها في متن النص الشعري بتاعه. بعد ذاك الموسيقى والايقاع وشكل الاداء ديل كلهم هو بيعتبرهم شكل من اشكال الوسائط لتوصيل رساله محدده قصد يوصل بها. عشان كده المدايح بتاعت الشيخ البرعي برغم كثافتها وجدت انتشار كبير جدا بالذات وسط الشباب،
وجدت انتشار كبير جدا وقدمت باشكال كثيره جدا من خلال اولاد البرعي نفسهم. يعني في مراحل سنيه اختلفوا يعني اولاد البرعي، احنا نفتكر وقفنا كثير جدا على اولاد حاج الماحي بالشكل الاداء المختلف، عندهم كاريزما بتاعت اداء مختلفه جدا، كاريزما بتاعت صوت، ثلاثه اصوات تقريبا كلهم في ليفل واحد وطريقه بتاعت اداء واحده، لكن لما تجي في اولاد البرعي بتلقى المدارس الادائيه مختلفه، الصوت مختلف، التكنيك بتاع الاداء مختلف. عشان كده مدرسة البرعي في المديح النبوي حققت انتشار كبير جدا في خلال العشرين سنة الفاتت. يعني ده كلام جميل وكلام مهم جدا، ممكن الرسائل اللي قاعدة ترسلها المدائح من خلال المضامين الموجودة فيها رسائل متعددة، عشان كده خلت جذبت كثير من الشباب وكثير من الناس. يعني طيب ناخد نموذج طيب دار الصوفي. طيب يا دكتور أنس، زمان المديح كان عنده ألحان قائمة بذاته يعني حقته برعي. نعم برعي وعدد من المادحين الكبار يعني عفوا، لكن الآن بقينا نسمع بعض الأغاني بتتحول إلى مدايح، يعني ألحان الأغاني المعروفة نلقاها بقت مدايح يعني، ودي حاجة كانت غريبة جدا جدا، أو يعني بتفقد لأنه هي أغنية مربوطة عند الناس بفهم معين. فرأيك شنو أنت في الظاهرة دي؟ يعني أنا طبعاً وقفت في وكتبت كثير وواجهت ناس كتار في بعض البرامج، إنه الخاصية الأساسية رجاءً ما تلعب فيها، يعني المقطع المطلع العصاية بتاعت المدحة يجب تكون موجودة لأن هي الرسالة، هي الرسالة بتاع الافتتاحية بتاعت المدحة. بيقوم يعمل شنو؟ يدخلها في البيانو، حتى لو هم فرقة يعني بالصوت يعني بيأدوا أداء، بيلغوا العصاية دي بيعملوها بيانو، يعملوها أورجن، بقى هنا اختفت الخاصية، تركيز المعنى المطلوب في المعنى في الهيكل ذات المطلوب، العصاية دي أو المطلع ده يكون طوالي ألف 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 طوالي ألف با ألف با ألف، الصناعية دي شالوها. دي واحدة من الحاجات اللي دخلت أخيرا، ومن كثر التكرار المسألة دي انتبهوا للنقد بتاعي أنا ورجعوا يا الدول واستعارة الألحان بتاعت الأغاني يعني في كثير الألحان أغاني ما بالمطلق، يعني ما بالمعنى الحضارات القديمة انتبهت وقسمت الألحان لنوعين، نوع خير يعني نوع خير للإنسان يعني، ونوع يدعو للفجور كده بتاع، وسلالم ذاتها في سلالم عند الجريك وعند الصينيين ممنوعة يعني، لأن في تركيبتها كده في الهند أيضا في سلالم ممنوعة،
ما يعني مثل ما كان عندنا غنى الأنادي كان بعيد. أنا بعيد غنى 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 السبات تحت تحت كان بعيد، لأنه معروف لو ممنوع اجتماعيا إنه يطلع للناس في العلن يعني. لكن دلوقتي مثلا اختلف، يعني مثلا واحد يقول لك ما حتستطعب العيد أغنية ولا هلا لي هلال وظهر بالي الهلال هلا لي هلال، ما ممكن تقوم تجيب مدحة تركبها هنا؟ أيوة مستحيل طبعا. نعم مش ممكن، لأن هي ذاتها في نفسها هي يعني حاجة كده ضعيفة يعني. وقس على ذلك لأنه ما عندنا نقد، ما عندنا إشراف، ما عندنا بتاع مسائل ماشية. شوف معنا حتى كمان ناس الإنقاذ قالوا عشان نقرب البتاع للشباب يعني شجعوا الناس إنه يشيلوا من الغنى يركبوا، يشيلوا من المديح يركبوا كده يعني عشان المسألة تنتشر. وده ما غلط يعني، ما صح يعني بتشيل شخصية زول تركبها في شخصية زول تاني. في مدايح شالت من الشعبي أشهر أشهر بتاعت الدبشرية نومسوه للمعبوب ريسوه نبينا، ده كان لحن شعبي. زيد البانا يسلم ليا شوق القلانا برية، فشال اللحن ده البسيط ده وركب عليه بقت مدحة ممتازة يعني ممتازة. نعم. وغيره يعني في قديم كده في المراحل الأولى الطبقة الأولى من المداحين شالوا من الفن الشعبي وبعدها انطلقوا يعني بعد ما زي ما قلنا بتاعت سرور، الغنية بتاع سرور ببكي ونوح بصيح اي بصيح لشوفتهم بتريح، دي أغنية شكل دي أغنية شعبية. سرور شالها كسر بها الحاجز، لكن بعد ذاك بدل في تبادليه. في غنى سمح، غنى سمح شالوا المادحين شيخنا البرعي عنده حاجات كثيره يعني، شال من الالحان الشعبيه عمل عليها مدايح صحيح راقيه جدا جدا. في غنى راقي يعني اتعمل شعبي تعمل مديح، يعني متاحه يعني، وفي العالم في المساله دي يعني اكيد. واستاذنا زبير نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، حكايه تحويل الاغاني الى مديح او العكس، يعني فكره الاستلهام دي هي على اطلاقها يعني نحن بنقول مرفوضه. ليه؟ لانه الغنى يظل غنى والمديح يظل مديح، يعني لانه هنا فيه نوع من السمو يعني. فدائما الحياة السامي عندنا احنا في جماعاتنا ما قاعدين نلخبطها، بالذات نحن في السودان عندنا يعني قداسة كبيرة جدا جدا في التعامل مع المديح مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت رأيك شنو في التفصيلة دي يعني؟ الله شوف المسألة دي خصمت كثير جدا من وقار المديح، من الرسائل اللي كان بيرسلها المديح، خصمت من الرسائل وخصمت من احترام المجتمع وتقديس المجتمع للمديح. نعم المديح مديح يظل مديح والغناء غناء، لأنه المسألة مرتبطة ذاته بمسرح العرض صحيح، قدسية مسرح العرض نفسه ومرتبطة بالرسائل المحددة اللي بيقدمها. نحن ده ما بقلل، الغناء عنده رسالة بالمناسبة، الغناء رسالته عظيمة جدا لا تقل عن رسالة المديح، لكن القدسية الدينية للمديح عندها مكانتها. نعم. وعندها اعتباريتها. عشان كده في كثير جدا من الغناء هو مديح، وفي كثير جدا من المديح هو غناء. أنا حقول نموذج حي جدا يعني، مثلا على بابك نهارات الصبر واقفات يا عبد القاري الكتياب ومصطفى سيد أحمد، أصله ما بيجيك أدنى شك بأنه هذه مدحة، على بابك نهارات الصبر واقفات بداية الدنيا هنا واقفات. ولما نخش في تفاصيل وقطع شامة هواك من قلبه إلا هواك نبت تاني، يعني ممدوح بهذه العظمة أصله ما ممكن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما ده شاعر عنده رؤيته وعنده حاجاته وعنده وعده صوفي اتجاه الكتيابي نفسه عبد القاري الكتيابي له التحية، وشاعر يعني شاعر مرتكز على 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 إرسي صوفي عميق يعني، أسرة صوفية عميقة جدا، أسرة الكتياب عندهم دور وعندهم مساهمتهم في المديح النبوي الكبير. عشان كده هو استدعى للمسائل. فأنا بفتكر أنه لابد من ضوابط،
لابد نضبط ضوابط. انا بفتكر انه لانه في مدايح قدمت في الحان ما 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 يعني الحان انا ما اقدر اقول يعني الحان ذات ارتبطت بشكل من اشكال الاغنيات انا اقدر اقول ماجنه لكن اشكال من اشكال الاغنيات المواغوره ذاتها يعني. نعم. فده خصم في الوجدان القومي يعني حق لك حاله من الرفض عند المجتمع لهذا الشكل يعني وهذه المعالجات قبلت برفض كبير جدا يعني. والله كنت داير اجيك يا سعد. انا داير اعاقب تعقيب صغير كده اذا تديني مساحه كبيره. لا تفضل تفضل. طيب كويس. انت قلت حاجه مهمه جدا. انت قلت انه في بعض النصوص بيكون اتكتبت للغنى لكن اصلا في اصلها هي اقرب للمدح. صحيح. احنا قبل كده حصل نقاش في اغنيه الاوصفوك. الاوصفوك. حصل نقاش وجدال في انه كل الكلام هذا قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كوكب منزه في علو. ويعني اشياء كثيره يعني. انواره بدا بدون سلوك واصله بدون سلوك. نعم. يعني في كلام كثير جدا وفي ناس انتقدوا وفي ناس قالوا عموما. نعم. في النهايه لكل تفسيره ده ما اختلف، لكن انا داير ادلل على حاجه واحده. انا داير ادلل انه ليه نحن فعلا ناخذ الالحان الجاهزه ونخطها في المديح. نحن ممكن نعمل الحان للمديح. ليه؟ السبب اصلا ليه يعني؟ انا والله اشهد بانه اخونا الهادي حامد لحن ملحمة في من 31 ولا أكثر من 32 دقيقة اسمها في حضرة طه. اتكتبت كان في حضرة طه دي واتلحنت في وقت غياثي. الحقيقة أنا قمت أنا كنت عارف إسرائيل لأنه أنا قمت بتوزيعها كلها وتنظيمها. كانت من أجمل المدحات يعني غيرت المفهوم بتاع المدحة في شكلها البسيط. بقى فيه إدخال هارمونية بقى فيه زخم في المدح ذاته ممكن يتطور يعني كما تطورت الدنيا يعني. نحن ما ضروري نكون موقفينه على الشكل القديم ده يعني. هو المدح ذاته ممكن يتلحن ممكن ينقلوا الحان يعني كثير بشيء جديد. نعم بشيء جديد بصوره جديده لكن تظل الصوره القديمه لانه فيها حاجات محيره يا دكتور انس. يعني انا لازلت بحتار في دقه الطار في وقت محدد في اثناء المدح. نعم. ما بعرف توقيتها بتيجي بتين بيعملوها كيف في اشياء في قوانين كده الناس ما تتجاوزها ما يقدر يتجاوزها ايوه لكن نحافظ عليها هي مع انه نقدم الجديد طبيعة الحياة يعني. اجبت على سؤال انا كنت عايز اسالك له يا اجبت له براك يعني وريحتني ذاته من السؤال انه يعني كيف نحن بنقدر نطور المديح موسيقيا وكلامك مظبوط فعلا انا بعتقد انه يعني الزمن تطور فما في ما يمنع انه المديح يتعرض ل عملية علمية ويتسجل ويكون فيه هارموني ويكون فيه كاونتر بويت جمل مصاحبة وكله يعني وحصل الكلام كبان يعني. الناس كبان يعني نعم فعلا عملوه يعني ناس كبان وفنانين كبار جدا من كثير من الدول العربية صحيح. ودخلوه الاستديو بقى فيه خطوط تراكات وهارمونية وزخم كبير نعم جدا نعم نعم نحن نعمل نموذج لواحدة من المدايح العظيمة جدا ونرجع نتواصل Thank you.
طيب يا دكتور أنس، المديح كنمط من أنماط الأدائية المعروفة، الأصوات ذاتها بتأدي المديح ده كان بتمتاز بالقوة، يعني أصوات قوية جدا طبيعتها يعني، لكن بعد ذاك ده في الأول يعني، لكن حس حاليا يعني ما شاء الله بقى حتى النساء يعني بيمدحوا بشكل لطيف جدا وجميل جدا. أفتكر يعني الخاصية زمان كان مفهوم عندنا يعني كنا يعني خاتلنا في مفهوم الأداء للمديح، الآن الناس تجاوزت الفكرة وبقى المديح مفتوح أكثر يعني، في انفتاح أكثر يعني. الشيخ البرعي عمل ثورة في المديح. نعم. ثورة في الشكل وفي المضمون، واستطاع إنه بهذا الأسلوب الجديد ده إنه ينداح كده على كل المجتمع السوداني، وتصبح المسألة سهلة جدا. أول هو طرق كل المواضيع ممكن تطرق، لو الطيارة لو الزوجة لو البيت، أي حاجة كتب فيها الشيخ البرعي. الشيء الثاني المادحين الأوائل كانوا ملتزمين التزام تام بالأداء الصوتي، ما بيشبه الأداء التقليدي بتاع المديح في الطبق وبالهم ناس ضد الشريعة والسعد وكده. التطريب عند مدايح الشيخ البرعي عالي جدا، لأنه كثير من الألحان أخذها الشيخ البرعي من الألحان الشعبية، واستطاع أنه هنا ده هنا الفرق بين أنك أنت الاستلاف الإيجابي من الألحان، يعني زي ما تفضل جيبه قال في ألحان ما جينا ما بتشبه تشيل اللحن وتركب معه يا رسول الله يا رسول، أكيد ما بتجي كيف. فلكن الشيخ البرعي كان راجل واعي بالمسألة دي، وعارف انه بقدم شنو شيء اللحن الجميل ده يطلق عليه كلمات، وعنده يعني جيل جيل جيلين كده من الحافظين اللي بيأدوا المديح بتاع الزريبة بشكل مبدع. نعم. طبعا زمان كانت المسألة كلها كانت في كاسيتات، الكاسيتات اختفت للأسف الشديد. نعم. يعني سجل عشرات مئات الآلاف من الكاسيتات اختفت، بيعت عشان يعملوا منها قزاز وكده وبتاع يعني. يا سلام. أي والله العظيم. فاختفت يعني عندي شوية كده منها، لكن الكاسيتات دي حفظت لنا حاجات كثيرة جدا. الشيخ البرعي يعني استطاع انه في فترة وجيزة كده انه يجعل من المديح حركة اجتماعية. بالضبط كده. يعني متقدمة جدا، يعني مش مديح وبس. ما دي الحتة اللي انا كنت داير امشي بها لأستاذ الزبير. نعم. من نفس حتة دي. نعم. عايز اقول لك يا أستاذ الزبير، يعني إذا أخذنا المديح كواحدة من الفنون الأدائية الرفيعة وهو يشكل حزمة بتاعت رسائل، سهولة الوصول للمجتمع في هذه الرسائل بأنه يعني استخدام ألحان سريعة الحفظ، مواضيع حساسة جدا بتلمس وجدان الناس، يعني سهولة التغلغل في المجتمع كحزمة من باعتبار مادة إعلامية يعني. الله يشوف النمط ده برعه فيه كل شيوخنا اللي ده انجح، يعني انجح تايب بتاع بالتاكيد يا التاكيد يعني. والحاجه الماحي برح فيه والحليب برح فيه ابو شريعه، عدد كبير جدا من المادحين. لكن افتكر انه العبقريه بتاعت شيخنا عبد الرحيم البرعي، يعني الناس في يعني في اعمال بتكون عندها بعد تاريخي، يعني التاريخ الحساسيه التاريخ اللي بتقدم فيه بتقدم فيه العمل، ناس كثار ما قاعدين ينتبهوا له. انا افتكر يعني شيخ البرعي لما قدم مصر المؤمنه، العلاقة السودانية المصرية كانت مأزومة جدا، قدم معالجة وظف هذا العمل وجات يعني بعد ذاك هذا العمل. أفتكر أنه أكثر عمل اتخدم موسيقيا، ولا بد هنا برضو نترحم على الباشمهندس عز الدين عز الدين. نعم. عز الدين محمد إبراهيم والعمل العبقري الكبير اللي دعم لمصر المؤمنة
بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، علي الحجار ويهاب توفيق وعقد الجلاد وشرحبيل أحمد. نعم أنا كنت محظوظ جدا لأنه مشيت مع الوفد المشى الزريبة، مش عمل التصوير هناك، المخرج كان أحمد بهجة المصري. يعني ده عمل يعني افتكر انه اكثر عمل كان فيه احترام من الفنانين سودانيين ومصريين للمديح النبوي تجسد في هذا العمل، صحيح، في مصر المؤمنه، لانه مشاركه عقد الجلاد وشرحبيل احمد والفنانين الكبار ديل على الحجار ويهاب توفيق وفنانه مصريه ما بتذكر اسمها، لكن افتكر انه دي يعني دي واحده من عبقريات شيخنا وبركاته الرحيم البرعي. افتكر انه دي حاجه كبيره وحاجه عظيمه جدا. وشاركوا أبو نودي ومحمد طه القدال، صحيح، كأصوات قدموا المدحة دي كأصوات. أنا عندي التوثيق ده موجود كسيدي وككاسيت. نعم صحيح. تكلموا دي حاجة واحدة من الحاجات اللي كان مفروض نمشي فيها في الاتجاه بتاع تطوير علاقة المديح، ما في حساسية، لكن تتطور العلاقة دي في سبيل إنها تخدم المديح النبوي وتخدم الغناء. يا سلام والله. إحنا يعني لا يعني لو سمحت لي، نعم، يعني أنا شاركت طبعاً عز الدين رحمة الله عليه بتاع سودانيز ده، دعاني لأنه الشريط ده يتعامل بتاع مصر وانا في مصر يعني، نعم، وتكفل بأنه يوديني القاهرة وأعمل حديث عن ال في ال في في مصر عن ال عن ال عن ال عن الإنتاج والحديث عن العمل ده ذاته، واتحدث عن الدور التصوف في 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 الحياه السودانيه يعني. ف يعني الحمد لله الواحد نجح وتحدثت في هذا الموضوع في اكثر من 6 قنوات يعني في مصر. اخيره كان مع الصباح كده، يعني كان مع والد النيل. بس انا داير ما دام للتوثيق يعني انه فن المديح اصلا ظهر في عند الجعاليين. طيب نحن حقيقه في ختام هذه الحلقه اللي هذه الحلقه المباركه يعني في هذه الايام المباركات في يعني ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني حقيقه يعني في حضرة المصطفى الكلام يطيب وذو شجون. حلقة واحدة قد لا تكفي للحديث، ولكن هي إشارة لهذه الروح الجميلة والصوفية الموجودة في دواخل الشعب السوداني. واحدة من المزايا السوداني، مكونات المزايا السوداني، فن المديح. فنختم بمصر المؤمنة للشيخ البرعي ونترحم عليهم إن شاء الله.